إلى الحدود السورية العراقية ترصد كاميرا سامة واقع الحياة في مدينة البوكمال أقصى الشرق السوري. هذه المدينة التي تحررت منذ عام 2017 وطردت إرهابي داعش منها تشهد اليوم تحسنا على كافة الصعد، توازيا مع عودة معظم سكانها إلى منازلهم، فيما يشهد السوق القديم الذي تم فتح محاله من جديد حركة تجارية نشطة. عودة الأهالي إلى منازلها وعودة الخدمات من الكهرباء من المياه كلها فعالية وماشية بجميع القطاعات. تحية الحمد لله، كنا بخير الحمد لله وأمورنا جيدة الحمد لله، والعالم كل ما زال النهار عن النهار جاي تاجي أكثر الحمد لله. خدمات متوفرة من ناحية المياه والكهرباء، طبعا المياه متوفرة على 24 والكهرباء عم تشتغل بشكل نظامي يعني سواء كل سوريا تقريبا 4-2. المؤسسات والدوائر الحكومية والأسواق والمحال التجارية فعلت مواقعها بشكل تدريجي لتأمين الخدمات المختلفة للمواطنين ليشاركوا في إعادة الحياة للمنطقة بعد حرمانها من الأمن والأمان بسبب الإرهاب. كنت مفتح بقدسية والحمد لله نقلت محلي لهون وشغال الحمد لله رب العالمين، وأحلى وضع وأمور الحمد لله حيل زينة والحمد لله ممتاز، والعالم رجعت لبيوتها والأهالي رجعت والحمد لله الوضع كثير كويس. الحمد لله رجعنا مصلحتنا والعالم رجعت البيوت والمحلات كلها فتحت، وسوق المقبي هذا القديم طبعا رجع لكل المحلات فتحت الحمد لله. وضع زينة والعالم رجعت ومكيفة وما بي أي شيء والله. اليوم رجعنا على المدرسة والمدرسة تمام والبوكمال رجعت أوضاع 100%. الأسواق التراثية والمحال التجارية والمقاهي الشعبية عادت تدريجيا للعمل أيضا بالتوازي مع عودة أهالي البوكمال والتي بدأت تتسارع عجلة الحياة فيها مع تأمين الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بالمنطقة الحدودية في الشرق السوري.